يعني شتان بين الثرى والثريا، بين روحة عادل عبد المهدي للعلوة وبين السيد مصطفى الكاظمي إلى السجن. أكو ناس مظلومة بالسجون، من متظاهرين، من حتى أكو ناس يعني من أيام الأيام الطائفية والمشكلة الطائفية موجودين في السجون. يعني ما تعتقد هو مجرد ظهور الآن؟ على الأقل واحد راح للسجون دي يشوفها بعدين، شو مدري نحن الإجراءات لم تتخذ لحد الآن. شوف حضرتك إثارتك في محلها، يعني هذا هو السليم. كان يفترض أن تكون عنده لستة بأسماء معينة جرى على اعتقالها مثلا مدة طويلة، أو تم اعتقالهم بدون تهمة أو بدون حكم قضائي، بحيث من يذهب إلى هذه الأماكن يطلع عندنا بنتائج. النتائج هي هذه النتائج. المفروض نحل مشكلة هؤلاء المظلومين المتواجدين في السجون بلا جريمة ارتكبوها. لذلك أنا أقول على السيد الكاظمي يعني أن لا يستمر بقضية الزيارات الاستعراضية. نحن نريد زيارات رجل دولة،